رد ناري مصري عاجل على ما تفعله إثيوبيا مع سد النهضة. الآن ننشر لكم التفاصيل المهمة، وتحذير عاجل من الحكومة المصرية للمصريين عن انخفاض مستوى جودة الهواء في مصر، وتطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام وسر اختفائه. ننشر التفاصيل في الفيديو، وبيان عاجل من الداخلية المصرية على قيام جماعة إسلامية متطرفة باختطاف فتاة بالجيزة. ننشر التفاصيل، في مفاجأة كبرى تفاصيل تجنيد حسابات مرتضى منصور، وننشر جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين يوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا، ورد ناري مصري عاجل على ما تفعله إثيوبيا مع سد النهضة الآن. وقال الخبير المصري عباس شراقي في تصريح لصحيفة RT إن حكومة إثيوبيا عادت بعد فترة من الصمت للحديث عن سد النهضة من جديد بادعاءات كاذبة، ما يدل على إفلاسها السياسي. عباس شراقي قال إن مجلس الوزراء الإثيوبي عمل اجتماع بموقع سد النهضة، يعني مجلس الوزراء الإثيوبي جمع الوزراء وعملوا اجتماع في موقع سد النهضة في إعلان لعودة إثيوبيا للاهتمام بالسد بعد حربها مع جبهة تحرير تجري على مدار أكثر من 14 شهر. شراقي قال إن الحكومة الإثيوبية بتسعى لتشغيل أول توربينيين على مستوى منخفض 565 متر فوق سطح البحر في أقرب وقت ممكن، ربما خلال أيام أو أسابيع، بعد أن كان مقرراً نهاية 2014 والسنوات السابقة وآخرها أكتوبر الماضي. والدكتور عباس شراقي قال إن التوربينان ينتجان حوالي 700 ميجا وات، 350 كل منهما، ويتطلب ذلك مرور 3 مليار متر مكعب تم تخزينها الموسم الماضي لمصر والسودان، وقد لا تكفي التشغيل حتى بدء موسم الأمطار في شهر يونيو القادم إذا بدأ التشغيل الأيام القادمة. شراقي قال برضو إن في ادعاء إثيوبي في مخاطبة الشعب الإثيوبي بأن كمية من الكهرباء هتكفي 20% من سكان إثيوبيا، هذا ادعاء وكذب. وقال ولمعرفة الرقم الحقيقي نحسبها طبقا للاستهلاك المصري، حيث أن مصر تستهلك حوالي 3000 ميجا وات لحوالي 100 مليون نسمة، أي 300 ميجا وات لكل مليون نسمة، بالتالي 700 ميجا وات تكفي لحوالي 2.3 مليون نسمة 24 ساعة يوميا كما هو الحال في مصر. وصرح بأن عدد سكان إثيوبيا 115 مليون نسمة، وبالتالي فإن 700 ميجا وات تكفي أقل من 2% من السكان وليس 20%، قد يتم توزيعها 8 ساعات فقط يوميا لحوالي 7 مليون مواطن، وبالتالي سوف يكون 6% فقط من السكان لديهم كهرباء ثلث الوقت، وقبل وبعد كل ذلك لا توجد شبكة قادرة على توزيع الكهرباء داخل إثيوبيا التي تصل مساحتها لمليون كيلومتر مربع. وأوضح بأنه ورغم أن تشغيل التوربينين سوف يمرر 3 مليار متر مكعب من المخزون الحالي إلى مصر والسودان، إلا أن هذه الخطوة بفرض سياسة الأمر الواقع بقرار أحادي سوف تعقد الأزمة بعد انفراد إثيوبيا بالتخزين الأول والثاني. ولفت أن الموقف ما زال متوترا في السودان لاستئناف مفاوضات سد النهضة. الخبير الجيولوجي المصري تمنى أن يتم تشكيل حكومة في السودان في أسرع وقت يتوافق عليها الجميع لتكملة الفترة الانتقالية والعودة إلى الاستقرار وإعادة بناء الدولة وإصلاح الاقتصاد وحل المشاكل الخارجية مثل سد النهضة. وقال أنه يتوقع أن يقوم المبعوث الأمريكي إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيثمان بزيارة إلى مصر لبحث تطورات سد النهضة في ظل تعنت الإثيوبي. طبعا هتبقى كارثة واضحة على إثيوبيا إذا لم تقوم إثيوبيا ب
يعني التفاوض والتشاور بشأن سد النهضة مع مصر والسودان. ليه بقول لحضرتك كده؟ لأن إثيوبيا الآن يعني ماشية منفردة، ماشية برأي واحد وهو رأيها، ما بتاخدش رأي دول مصب مصر والسودان، وهذا يعني هيكون عليها أثر سلبي بالنسبة لإثيوبيا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتحذير عاجل من الحكومة المصرية للمصريين عن انخفاض مستوى جودة الهواء. البيان ده مهم وعاجل من الحكومة، ووزارة البيئة المصرية أصدرت بيان عاجل لكل المصريين بشأن انخفاض مستوى جودة الهواء وتركيز الملوثات. الوزارة أكدت أنه استنادا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، واللي وضحت انخفاض في مستوى جودة الهواء بدءا من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، أو سيكون حركة الرياح مما تتسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة. أوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة إن العوامل الجوية مهيئة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 و6 و7 الحالي، وذلك نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق، ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء. تؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثير جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، وتهيب بالكيانات الصناعية، يعني بتهيب بالمصانع أو بتخطر المصانع في القاهرة على وجه الخصوص اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات. كما تناشد وزارة البيئة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة. مصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام وسر اختفائه، والمنتج عصام إمام ابن الزعيم عادل إمام بيكشف إن حقيقة تدهور حالته الصحية غير صحيحة، وقال إن يعني الأخبار اللي منشورة عن تدهور حالة الزعيم عادل إمام الصحية يعني كلها إشاعات، وإنه لم يمر بأي وعكة صحية. إن شاء الله هيرجع لجمهوره قريب، والفنان عادل إمام بصحة جيدة وبيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. والمنتج عصام إمام قال الزعيم صحته زي الفل وبيستمتع بالجلوس بصحبة أحفاده والحديث معهم والوقوف على أحوالهم، وقال عادل يتواجد في منزله ولم يصبه أي مكروه ويستمتع مع أحفاده، كما أنه يقوم حاليا بقراءة عدد من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو في السينما، ولكنه لم يستقر على العمل الذي يمكن أن يعود به. الفنان محمد رمضان أثار حالة من الجدل الواسع فور طرح كليب أغنيته الجديدة متعودة الذي استعان فيه بصوت عادل إمام في جزء من مسرحية شاهد ما شافش حاجة، وهو يردد قائلا متعودة دايما. اعتبر البعض أن ما فعله محمد رمضان نوعا من الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية، أن يستعين بصوت عادل إمام في الكليب الخاص به دون الحصول على موافقة صريحة من الزعيم عادل إمام. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. الزعيم عادل إمام زي الفل إن شاء الله وهيرجع لجمهوره، بس هو بيختار العمل اللي هيرجع بيه لجمهوره الأول. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الداخلية المصرية على قيام جماعة إسلامية متطرفة باختطاف فتاة بالجيزة. والأجهزة الأمنية في مصر كشفت وقائع الشكوى الواردة من أحد الأشخاص ادعى فيها اختطاف جماعة إسلامية متطرفة بنته. بالتحقيق تبين عدم صحة الادعاء، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أهل الفتاة المشار إليها بغيابها من منزل الأسرة دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك. الأجهزة الأمنية أكدت العثور على الفتاة بنطاق محافظة بني سويف وتحرير محضر يفيد بتركها،
المنزل بمحض إرادتها بما ينفي المعلومات المغلوطة. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي مفاجأة كبرى، تفاصيل تجميد حسابات مرتضى منصور وإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية. أعلنت الحجز على الحسابات الشخصية للمستشار المصري مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وأكد كمال شعيب المحامي بالنقد ومحامي ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق في بيان له حكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس الأبيض الحالي لصالح موكله ممدوح محمد فتحي عباس في القضية رقم 365 لسنة 2020 تعويضات كلي شمال الجيزة عن وقائع السب والقذف المرتكبة. ويدور صراع قضائي في المحاكم المصرية منذ عدة سنوات بين الرئيس السابق لنادي الزمالك ممدوح عباس والرئيس الحالي مرتضى منصور على خلفية اتهامات متبادلة بسوء إدارة النادي. المصدر معانا كان من بعض الوكالات، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر أخير وننشر جدول مباريات مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2022 الكاميرون. ويبحث المنتخب المصري عن اللقب الثامن له في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والأول منذ عام 2010 في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022. وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة للنسخة 33 من بطولة القارة السمراء إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو. وأنشر لحضراتكم يعني جدول مباريات منتخب مصر الأولى. يوم الثلاث 11 يناير 2022 الساعة 7 إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة والساعة 8 بتوقيت القاهرة هتبقى المباراة ما بين نيجيريا ومصر. ويوم السبت 15 يناير 2022 الساعة 10 هتبقى مباراة غينيا بيساو ومصر. ويوم الأربعاء 19 يناير 2022 الساعة 10 إن شاء الله هيكون المباراة ما بين مصر والسودان. المصدر معانا من بعض الوكالات وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وإن شاء الله ربنا يوفق منتخبنا الوطني يعني بالحصول على كأس أمم إفريقيا 2022 الكاميرون بإذن الله. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر بقيادة الكابتن يعني محمد صلاح نجم نادي ليفربول ونجم منتخب مصر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.